Salam alaikum khawti khawtati, j'espère que tu nous kamelé la base, kamelé en bonne santé, malgré tout nous triste, malgré tout nous hasini, inchallah tu en bonne santé, c'est ça le plus important. Bah comme zino, moi je dis le jazer, tu m'as déjà jeté le canati, abonne-toi sur Instagram, abonne-toi sur la chaîne, fais le zéro tenbiad, ou surtout partage les vidéos, parce que chaque vidéo, on va partager des messages, on va avoir des sujets très très importants. Ma sujet à l'aim, c'est la mubarak, c'est le qadam, bien entendu, et le widat. Awel chi, ou bel kulchi, la bouddha, l'in en arfa, le hajab, l'in, ou le qadam, matani, ou le chi, bien العلاقات الحقيقية القائمة بين الشعب التونسي والشعب المغربي والشعب الجزائري خوا خوا ماشي كرة القدم اللي تفرقنا لا للفتنة وبالك وتروحوا في تيار كرة القدم هذا اللي قادر يخلق فتن كبيرة وقادر تكون يعني عواقبها وخيمة على علاقاتنا وعلى صورتنا أمام العالم وإحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الناس اللي مؤمنين والناس اللي يحسوا بكلامي كراني ناظر يعني أنا نوجه لكم ليكم الكلام بينما الناس اللي يبغوا الفتن والناس اللي جهالة ويجوا يعني يهضروا هذيك الهضرة الجايحة ما نهضروش معاهم جو بريفير نهضر معكم انتوما دونك جيسبر كو تسمعوني مليح وسيرتو ديروا لايك والتعليقات اللي فيها السب والشتمان وخلق الفتن روحوا كاملين ريبونديو لهم قول لهم الله يهديكم مهما يكون التعليق هذا دي فوا انا يسبوني دي فوا يسبوكم انتوما دي فوا يسبو يعني الام تاعي كل وقت راه شي المهم روحوا كومونتي لهم ربي يهديكم انا والله الا العظيم ما ياثر فيا ولا شيء من هذه التعليقات باسكو على بالي بلي هاد الناس اللي علقوا خلقوا الفتن في اليوتيوب في التعليقات فاصا فاص ما يديروا والو ماهم قادرين على ولا شيء يعني دي كومبليكسي المهم قرار تاع الاتحاد العالمي كرة القدم فيفا يعني هو بتتويج نادي الترجي بالبطولة بدوري تشامبيونز ليغ الافريقي رسميا وتغريم نادي الوداد مجموعة دوك نشوفوا التقرير هذاك المهم غرموا نادي الوداد بغرامة مالية قدرها يعني حوالي اقل من 50,000 أورو ولكن يعني سببها كان بسبب مغادرة اللاعبين أرضية الميدان وهذا السبب هو اللي كان سبب في تتويج نادي الترجي قال لك علاش خرجوا دونك عطاو لهم ماتش فورفي يعني كي خرجت من الملعب سكيفي الماتش يتربح للفريق الخصم ونادي الترجي اعطوا له عقوبه 50,000 أورو هذا الرقم شفيت عليه بسبب سلوك الجماهير يعني عاقبوه على جال الجماهير تاعو دونك قرارات من طرف الفيفا خلات قرارات الكاف تكوتي انا قلتها في فيديو سابق درتو على هذه القضيه ودرتو على هذا لافير يعني قلت لكم باللي الشيء ولا اصابع الاتهام لما لازم توجه ني نادي الترجي ني نادي الوداد ني مدرب ترجي ني مدرب الوداد ني جماهير الوداد ولا جماهير ترجي ولا الشعب المغربي ولا الشعب التونسي كاملين احنا خوا خوا وانما اصابع الاتهام لابد ان توجه الى الكاف الى الاتحاد الافريقي لكره القدم صراحه هذه افريقيا راهي مهمشه تهميش ما تقدروش تيماجينيو يعني قرارات افريقيا ما ولا عندها حتى تاثير في العالم وحنا كافريقيين لابد علينا انه نثوروا يعني نثوروا سلميا بطبيعه الحال كونتر هذا التعسف كونتر هذا الحقره اللي رانا عايشينها هنا في افريقيا مادام افريقيا ما عندهاش مصداقيه هل تعتقدوا بان كره القدم في افريقيا راح تتطور وتزدهر مادام الكاف تقراراتها تجي وتلغى بسرعه من طرف يعني الاتحاد العالمي كره القدم بسرعه فيت في كوم سي اريان كوم سي ما تكزيستيش كاع الكاف هذه هل تعتقدون بان كره القدم في افريقيا راح تولي كما اوروبا في يوم من الايام انا نقولها لكم لو كانت تبقى هكا مستحيل ومن سابع المستحيلات ان كره القدم في لا ريجيون تاعنا تتطور وتولي كما اوروبا وتولي كما الخليج ولا شوفوا الاتحاد الاوروبي لكره القدم قراراته بقوه قرارات الفيفا الاتحاد الاسيوي نفس الشيء اتحاد يعني المهم الا الاتحاد الافريقي هو الاتحاد المهمش في هذا العالم عالم المستديرة افريقيا راهي مهمشه في العالم باسره يعني ماشي غير في كره القدم سياسيا اقتصاديا المهم حرام وعيب على الناس هذو اللي ما يسيروا في لاكاف علاش باسكو دائما دائما يوقعوا تبهدايل وتبهدايل هذو تاع لاكاف ياثروا دائما على يعني الاخوه اللي كاينه بيناتنا حنايا كشعب مسلم يعني العرب تاع افريقيا السبب تاع هذو الفتن انتم ما ديروش ديروا في بالكم باللي يعني تقولوا باللي بين اللاعبين ما تفهموش بين الجماهير ما تفهموش شنو لو كان يكون التحكيم نزيه ولو كان يكون يعني التحكيم يراعي للاعبين يراعي شعور اللاعبين ويراعي يعني دفاع اللاعبين في المباريات النهائيه يخلي اللاعبين كالما ما يستفزهمش اللاعبين ما يتنرفزوش او ميم طون الجماهير اوسي يتبعوا يعني الريتم تاع اللاعبين باسكو شوفوها في لي ماتش اللاعبين كي يتنرفوا اوتوماتيكمون لي سيبورتور يتنرفوا اللاعبين كي يكونوا كالما لي سيبورتور يكونوا كالما دونك
لو كان جاء تحكي ما يستفزش اللاعبين والله ما تنوض الفتن بين اللاعبين والله ما تنوض الفتن بين الجماهير والفير بلاي تشوفوا بعيني كيما في اوروبا اكزاكتومون يعني والشعب يزيد يتطور ويزيد تولي عنده ثقه في التحكيم الافريقي انا دروكا شخصيا ما نكذبش عليكم ما عنديش ثقه في التحكيم الافريقي وما عنديش ثقه في الكولسه الافريقيه لو كان كون انا غدوه من غدوه رئيس لاحد الانديه الرياضيه في افريقيا اقسم بالله العلي العظيم غير ما راحش ندير ثقه في ولا واحد في هذا يعني القاره صراحه وانما شوف سبحان الله نورمالمون حنا نكونوا نورمالمون ماشي عارف نكونوا كيما اوروبا كيما باسكو ما كاش فرق بيناتنا من ناحيه الموارد افريقيا غنيه من ناحيه الموارد من ناحيه المواهب افريقيا غنيه من ناحيه الجماهير افريقيا فيها صور جماهيريه اقسم بالله العلي العظيم ما تشوفها في اوروبا نروحوا غير شمال افريقيا جماهير المولوديه جماهير الرجاء جماهير الوداد جماهير اتحاد العاصمه جماهير وفاق سطيف جماهير يعني مجموعه ترجي حتى في تونس عندهم يعني دي زولترا اقسم بالله غير ما تيماجينيش في مصر كذلك جماهير خيالية والله جماهير ما تصورهاش ولن تشاهدها في أوروبا ولا في مكان آخر ولكن لسوء الحظ إفريقيا والكولسة الإفريقية دائما ما تؤثر على جمالية كرة القدم في هذا المنطقة دائما كولسة إفريقيا ما تكون سبب في خلق الفتن دائما كولسة إفريقيا دائما تكون سبب في ظلم الناس اللي يستهلوا دائما كولسة إفريقيا تخلعنا وتفاجأنا بواحد القرارات تاع السوفية وزيد كي تقرر هي قراراتها يجوا من الفوق يعني نحو قرارها كوم سي ما تكزيستيش كاع لا كاف ما عندها ولا كلمة علاش باسكو دائما ما تكون فيها كولسة دونك اوتوماتيكمون كي توالف تكولس وتوالف يعني دير طرافيك دونك اوتوماتيكمون تكون مقبوض من اليد فوقانية تغلط تخلص تغلط نفضحك دير خطأ نفضحك دير هذاك القرار ما ديرش كيما نبغي انا نفضحك دونك راهيك شغل مشدوده من اليد شوفوا معايا القرار قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم تتويج الترجي التونسي بطلا لدوري ابطال افريقيا واعتبار الوداد المغربي خاسرا في مباراة الاياب بسبب مغادرة لاعبيه ارضية الميدان وعدم استئناف اللعب احتجاجا على عدم عمل تقنية الفيديو قررت اللجنة تغريم الوداد 35 الف دولار بسبب الانسحاب وسلوك جماهيره ولكن الشيء اللي ما فهمتوش انا علاش تعاقب لاعبين الوداد اللي خرجوا من أرضية الميدان بسبب يعني عدم توفير حقهم اللي هو الفار وعلاش ما تحاسبش الناس اللي مسؤولين على الفار وبوكو الفار ما مشاش راهو حق اللاعبين علاش ما تحاسبش هذوك الناس وتقولهم باللي كيفاش ما مشيتوش الفار وتفتح تحقيق في القضية وتروح انت تعاقب لاعبين الوداد اللي خرجوا من أرضية الميدان بسبب عدم توفر الحق تاعهم حقه كلاعب انه يشوف تقنية الفار حقه يعني راهي مباراة نهائية ماهيش لعب تاع دراري صغار ما فهمش أنا القرار هذا من طرف الفيفا والله العظيم غريم الترجي 50 ألف دولار لسلوك أنصاره مع إيقاف تنفيذ عقوبة لاعبه مبارتين دون جماهير من النسخة التالية طالما لم تتكرر أحداث مشابهة على مدار 12 شهرا مقبلة ورغم حسم ملف البطولة الذي ظل عالقا منذ مايو أيار الماضي فإن قرارات لجنة الانضباط لم تمحو الضرر الذي لحق بسمعة الكرة الإفريقية بسبب تعامل الكاف مع هذا الملف كرة الإفريقية عار صراحة عار نقولها وما نخافش كرة القدم في إفريقيا ولات عار مادام ناس كيما الناس اللي راهم حاكمينها حاليا راهم فيها وراهم يسيروا فيها ومادام يعني كرة القدم ولات ما عندهاش علاقة بكرة القدم كرة القدم ولات ديزافير ولات قضايا وأمور شخصية تصفية حسابات اكسيتيرا ما بقاش كرة قدم في إفريقيا صراحة علاش تتراح تشجع فريقك وتتابع فريقك باش فلافا راح يعني يلعبوا له 3-5 يديروا له هذه في هذيك وينحوا له المصداقية تاعو وما يديش حقه علاش تتعب نتايا وتجاهد وتكافح مع فريقك وتشجعه من بداية الموسم إلى آخر الموسم باش في مباراة نهائية يعني يروح له حقه ماشي نتكلم على مباراة الوداد يعني نتكلم في المستقبل يعني خلاص مادام ما بقاتش مصداقية في كرة القدم يعني وحتى نادي الترجي ان توجتم يعني مبروك عليكم صراحة من عند زين ومرشدين مبروك عليكم التتويج ولكن لابد عليكم تعرفوا بلي ان كرة القدم في افريقيا اليوم عليك وغدوة معاك يعني لابد عليكم انكم تاخذوا حذركم لانه في المستقبل قادرة تكون الترجي ضحية من ضحايا الكاف يعني لابد عليكم انكم بارطاجيو الرسالة تاعي ولابد على الناس كاملين هذو اللي راهم يخدموا في الكاف ولا اللي راهم يعني عندهم صوت في الكاف ولا عندهم يد في الكاف يشوفوا هذا الفيديو يشوفوا الضغط تاع الجماهير الافريقيه على الكاف باسكو فريمون ما بقات عندك حتى مصداقيه
ما بقات عندك حتى مصداقية صراحة. نقولها ونعاودها، ما بقات عندك حتى مصداقية. انت تقرري قرار يا الكاف، والفيفا تجي تلغي قرارك وتقرر قرار واحد اخر، وانت تبقى ايدي مكتوفة الايدي وساكتة. وزين كان هذه المشكلة، يعني اللي راهم على رأس الكاف اللي عندهم مناصب كاملين يخافوا على مناصبهم، كاملين يخافوا يتوقفوا من هذاك المنصب، يعني يحملوا الرخص، يحملوا الذل، يحملوا مجموعة كبيرة من الضغوطات من أجل الحفاظ على المناصب. أقسم بالله العلي العظيم، الله يذلوا المنصب هذا اللي يخليك يعني تكون رخيص في عيون الشعب، لأنه الشعب هو كل شيء بالنسبة لي أنا. المهم ربي يهدينا، معليش مبروك للترجي، حظ أوفر للوداد، يعني ربي ينصر المظلوم إن شاء الله. مازال نشوفوا واش كاين في المستقبل. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. ما تنساوش، ما تخلوش كرة القدم، ما تخلوش الاتحاد الإفريقي الفاسد لكرة القدم يكون سبب لفتنة بين الشعوب. خاوة خاوة متحدين يد في اليد، ربي يهدينا كاملين، تهلاو في روحكم كاملين كيما جيتو، ديروا في بالكم بلي زينو ماشي يبغيكم، وخاوة خاوة خلونا من الفتنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيس.